يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. حلقة جديدة، حلقات خاصة جدا، خاصة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من جوه المعرض. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما وعدناكم أنه يحكى أن هيغطي لكم كل فعاليات المعرض، كل حفلات التوقيع، الندوات، الورش، لقاءاتكم مع كل الكتاب اللي بتحبوهم واللي بتستنوا كتبهم، كمان الأسر المصرية والأسر العربية اللي بتكون موجودة في المعرض طول وقت فعاليات المعرض. حلقة خاصة جدا وحلقة جديدة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 معاكم في يحكى أن. لسه معاكم مكملين من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، والشباب اللي كان ليهم نصيب كبير جدا من المشاركة ونجاحات كبيرة جدا الحقيقة كان لازم نشير إليها. معانا الكاتب الشاب يوسف الشريف اللي هيكلمنا عن كتابه اللي عامله عن المخرج المصري والعالمي الأستاذ يوسف شاهين. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. منورنا النهارده في يحكى أن ومنورنا في معرض القاهره الدولي للكتاب. شكرا جدا. احكي لي شويه عن حبك للفن وليه اخترت يوسف شاهين. هو الحقيقه الـ يعني اختياري ان انا اكتب عن يوسف شاهين جه بعد قصه طويله جدا. ان انا كنت بعمل لما كنت بكتب روايتي الاولى الصناديقيه صادره عن دار العين، كنت عاوز بدور على اسلوب جديد للكتابه، فاستخدمت المشهدية أو أن أنا أستخدم بعض العناصر السينمائية في العمل الأدبي. فلجأت لسينما شاهين عشان أنا بشوف أنه هو يعني مفكر سينمائي، يعني طبعًا. هو فيلسوف أو زي مثلا ما نجيب محفوظ في الأدب كان بيحط أفكاره الأدبية ديت في صيغة روايات أو في شكل أدبي، فيوسف شاهين كان بيعمل كده بس في شكل سينمائي. فقعدت سنتين كاملين قعدت أقرأ دراسات كتبت عنه، رحت كذا أرشيف عشان أدور على في الأرشيف يعني على الحوارات اللي هو عملها من الخمسينات لحد بداية الألفينات. جمعت حوالي مثلا 300 وثيقة عنه عن الحوارات هو عملها سواء في مصر أو في فرنسا. جمعت دراسات ورسائل دكتوراه كتبت عنه، ومنها طلعت الأول روايتي اللي هي الصناديقية ثم الكتاب السنة دي بتاع يوسف شاهين. احنا اتكلمنا عن الصناديقية قبل كده في يحكى أن لو تفتكر. ويهمني أعرف لما تيجي تكتب عن شخصية كبيرة زي يوسف شاهين أكيد مصادرك طبعا لازم تكون مصادر موثوق فيها. طبعًا. واضح انك بحثت في مصادر كتير جدا. طبعا. يعني انا مثلا رحت كان بالنسبه لي من ضمن الحاجات اللي ساعدتني جدا الارشيف بتاع المركز الكاثوليكي للسينما. ده كان من ابرز الحاجات، والارشيف الالكتروني بتاع صحيفه لوموند الفرنسيه، والارشيف بتاع روزا اليوسف. اوكي. وارشيف الاهرام، يعني كل الارشيفات. انت جمعت كل حاجه تقريبا. اخد منك وقت قد ايه كتابه؟ انا قلت اللي هو السيرش ده كنت عامله قبل كده سنتين، طلعت منه الاول جزء من الروايه بس عشان اعرف التكنيك، يعني ازاي استخدم تكنيك جديد وهكذا. الكتاب قعد معايا سنه كتابه مثلا او سنه ونص كتابه. نسبه الشباب اللي مشاركه السنه دي في المعرض والتنوع اللي احنا شايفينه الحقيقه كتير جدا، كلمني شويه عن التنوع اللي موجود في المعرض السنه دي، وده يفرق معاك ازاي كشاب لسه بيبتدي حياته في الكتابه وفي الروايه وفي العالم الادبي بشكل عام؟ يعني والله طبعا الشغل اللي معمول في المعرض السنه دي شغل كويس جدا من كل دور النشر، يعني بنشوف كل دار نشر بتحاول تعمل اقصى ما في وسعها ان هي تقدم حاجه للقارئ، بنشوف دور نشر ابتدت تفتح مجالات جديده لنفسها، يعني مثلا في دور نشر كان دايما معروف ان هي بتقدم كتب للجوائز بس، السنه دي بنلاقيها بتقدم كتب للمراهقين وكتب اللي هي والعكس برده صحيح، يعني كان في دور نشر مشهوره ان هي بتقدم كتب للمراهقين او كتب بيست سيلر، السنه دي بنلاقيها بتقدم كتب نخبويه شويه او لكتب جوائز وهكذا. جميل. انا سعيده بلقائك للمره الثانيه، مره في يحكى أن في الاستوديو ومره هنا في المعرض. بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تكون واحد من اهم ومن اشهر الكتاب الموجودين جدا في مصر. انا اسعد. ميرسي يا يوسف. لسه مكملين معاكم فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 55، خليكم معانا.
ولسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. والحقيقة معنا واحد من أهم الناشرين الأستاذ حسين عثمان، واللي هنتكلم معاه النهاردة عن فعاليات المعرض بشكل عام تحديدا من وجهة نظره كصاحب دار نشر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. ويهمني أعرف أخبار حركة النشر إيه السنة دي في المعرض وشايفها عاملة إزاي؟ إحنا محظوظين إن إحنا بدأنا السنة دي بالتزامن مع بداية عطلة رسمية، ده إدى دفعة كبيرة للحضور في اليوم الأول للمعرض. والحقيقة ده بيبقى يعني بالنسبة لنا مؤشر مهم جدا ان البداية تكون بالشكل الفعال ده، يكون في حضور قوي على مستوى الأسرة. المعرض برضو بالتزامن مع أجازة نص سنة، فالأسرة كلها موجودة، كل فرد من الأسرة بيتجه ناحية اللي بيهمه في القراية. المعرض فيه فعاليات كتيرة جدا ممكن توفي كل احتياج بخلاف القراية، اللي عايز يحضر عروض فنية، ندوات ثقافية، إذا كان الأولاد مهتمين أو موهوبين في الرسم، في ورش فنية يقدروا يقضوا فيها وقت جيد جدا. وكل ده في النهاية بيربط الأجيال الجديدة بالمعرض وفعالياته وبالكتاب. طبعًا في طبعًا النهاية طبعًا. فإحنا دايما كناشرين بنشتغل في ظروف صعبة، وبالتالي بنبقى مهتمين جدا ان الصدى باستمرار يكون بيطمننا. يعني اكتر التحديات اللي واجهتكم السنه دي كناشرين بصرف النظر عن اللي فات، يعني ايه الجديد السنه دي من وجهه نظرك اللي كنتوا لازم تتخطوه وتعدوه؟ هو طول الوقت يعني زي ما كلنا عارفين الكتاب صناعه طبعًا بيدخل فيها يعني عناصر معظمها مستورد، وده طول الوقت طبعًا بيبقى مرتبط طبعًا بالأسعار والأوضاع الاقتصادية العالمية طبعا. وفي النهاية احنا بنبقى مهتمين ان سعر الكتاب ما يزيدش عن يعني المعقول بالنسبة أكيد للجمهور. أكيد. بنواجه ده ازاي؟ بنحاول طول الوقت، اولا احنا كدار نشر بنحاول طول الوقت نقلل اسعارنا على قد ما نقدر، واكتر من كده كمان ندي خصومات. بندي خصم من 20% لـ50%. وعاملين عروض خاصة على بعض المجموعات. أيوه. كل ده بهدف ان تفضل الحالة طول الوقت بين دار النشر او دور النشر وبين القراء متواصلة ومستمرة. مفهوم. عندنا تحدي تاني برضو متعلق بالقراءة على التطبيقات الالكترونية، وخصوصا بعد كورونا في 2020 بقت القراءة الالكترونية يعني ليها اولوية عند شريحة كبيرة من القراء. تحدي كبير طبعا. وإن كان برضو أنا حابب أأكد هنا على إن يعني كل وسيلة لها قراءها. يعني صحيح. إذا كان حد بيتحدث عن إن القراءة الإلكترونية ممكن تغني عن الكتاب الورقي، ده مش صحيح. كل وسيلة لها قراءها. الأجيال الجديدة متجهة ناحية القراءة الإلكترونية أكتر، بتتفاعل معها أكتر. إحنا كدار نشر اهتمينا برضو إن إحنا إصداراتنا زي ما هي متاحة ورقيا متاحة إلكترونيا، بحيث إن إحنا نصادف القراء طول الوقت من خلال الوسيلة اللي هم بيفضلوها. يعني انتوا كناشرين اكيد بتكونوا حريصين على التنوع، ولكن طبعا اكيد في بيكون احيانا اقبال على نوع معين من الادب اكتر من غيره. ايه اكتر انواع الادب من وجهه نظر حضرتك كناشر استاذ حسين اللي حاسس ان في اقبال عليها اكتر؟ هو طبعا الروايه طول الوقت عند مختلف الاجيال واخده مساحه كبيره من الاهتمام عند القراء. ايوه. لكن احنا كدار نشر عمرنا 4 سنين اخترنا من البدايه التخصص في خط السيره الذاتيه والمذكرات. كان هدفنا احياء الذاكره الوطنيه واعاده التاسيس للهويه المصريه والشخصيات المهمه ورموز الفكر والثقافه طبعًا والفن. واللي انا سعيد بيه الحقيقه السنه دي ان دور النشر يعني معظمها هنجد السيره الذاتيه والمذكرات متصدره المشهد في اصداراتها، وده بينبه ان احنا القراءه رايحه في منطقه جديده، القراء شغوفين جدا بيها، بيروحوا للشخصيات بيحبوها، الزمن بيحبوه، بيعرفوا اكتر عنه. فأصبحت من أنا أزعم السنة دي أن السيرة والمذكرات أصبحت منافسة للرواية في اهتمامات القراء. يعني الكتب الصوتية شايف أن هي ممكن تكون أثرت على الكتب المقروءة أكتر أو على فكرة الكتاب حد ذاته؟ برضو هأكد هنا على فكرة أن كل وسيلة لها قراءها، إلى جانب أن طبيعة الوسيلة نفسها ممكن تجذب القارئ في وقت معين، بمعنى ان قارئ الورقي هيقرا ورقي طول الوقت. ممكن وهو سايق لمسافه طويله يسمع الكتاب، فيبقى هنا الاصدار الصوتي ليه اهميته، وهكذا القراءه الالكترونيه. يعني ممكن يكون واحد في حاله انتظار في مكان ما، فبدل ما هو شايل الكتاب عنده التطبيق الالكتروني على الموبايل وبالتالي بيقرا من عليه. لكن حتى الان الاصدار الصوتي
لم ياخذ يعني المساحه من الكبيره اللي ممكن تقلق مقارنه أوكي. بالالكترونيه او الورقيه، لكن هو جميل. اكيد هيحصل في وقت معين. بتمنى لكم كل النجاح ان شاء الله بيكي. ودوره ناجحه باذن الله، واحنا لسه في بدايتها. كل سنه وحضرتك طيب. ميرسي استاذ حسين بيكم. بشكرك. كان معانا الناشر الاستاذ حسين عثمان من داخل فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال55. لسه معانا فقرات كتير، خليكم معانا. لسه مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، والحقيقة ان احنا منورنا ومشرفنا دلوقتي الكاتب المصري الشاب الأستاذ محمد توفيق. والحقيقة الأستاذ محمد كان ضيفنا قبل كده في يحكى أنا، النهاردة احنا اللي ضيوفك. شرفت جدا. مبسوطين بالمعرض ومبسوطين بتواجدنا معاكم. كل سنه وانتم طيبين. اي ثقافي مهم بعيد كل الناس بتستناه، وتحديدا طبعا الكتاب والقراء. صح، هو عيد لمصر كلها، حاجه في منتهى الجمال ان الناس تتجمع بالحجم ده عشان الثقافه. صحيح، مساله شيء محتاجين نبقى فخورين بيه. صحيح، عارفين ان الجماهيريه الكبيره في معرض القاهره الدولي للكتاب، انت طول الوقت ممكن تلاقي معرض مهم ومعمول فيه شغل كتير جميل بس مفيش جمهور. ايوه انت صح، اعظم حاجه في المعرض هنا انه جمهور كتير، ودي بتبقى المفاجاه بالنسبه لنا كمان كمصريين، ان العدد ده مهتم بالثقافه، وان العدد ده مهتم بالقرايه، وان العدد ده كله مهتم بالعلم. طوابير الثقافه على صحيح. فكره دي احنا طول الوقت بنسمع عن طابور العيش، طابور جمعيه. أيوة. لكن طابور الثقافه الحقيقه ده مرعب، ده طابور في منتهى الجمال حقيقي. الحقيقه انه طابور كمان بحب. أيوة. انت واقف بمزاجك. أيوة. انت مش مضطر انك بالزبط. تيجي، فانت جاي ودافع فلوس عشان بالزبط. تيجي، والحقيقه الدوله بتوفر فكره المواصلات العامه عشان تيجي للمعرض. ده شيء مهم جدا. الحقيقه ان التسهيلات اللي الدوله بتوفرها مش بس المواصلات العامه، لا احنا بنتكلم كمان في تنظيم، بنتكلم في تسهيل لكبار السن، بتتكلم في اجنحه معموله مخصصه للاطفال، يعني بنتكلم في تسهيلات كمان يمكن اعمق من قصه المواصلات بس. ده غير طبعا الابلكيشنز، ده غير كل الحاجات اللي بتتعمل. بس يهمني اتكلم اكتر عن مشاركتك في المعرض. كلمني عن المعرض، مشارك بايه بالظبط استاذ محمد؟ انا مشارك اولا بمجموعه من الكتب. الكتاب الاخير ليا هو الكعك والبارود، هو الجزء الثاني من شيء من الحرب. والكتاب بيتكلم عن رمضان 1973. أوكي. عن حرب اكتوبر. أوكي. بمناسبه 50 سنه حرب اكتوبر. وبيتكلم يوم بيوم عن يوميات مصر في الحرب. ازاي المصريين عاشوا الحرب بشكل مختلف واجتماعي. احنا طول الوقت متعودين على الشكل اما العسكري او السياسي في الكلام عن حرب اكتوبر. ايوه، الكتاب اول كتاب يتكلم بشكل اجتماعي فقط. ايوه، عن حرب اكتوبر. بالاضافه للمحه لبعض البطولات اللي بتحصل خلال رمضان والناس صايمه وتفاصيلها. فالتفاصيل اليوميه للمصريين في الحرب موجوده في الكتاب بتفاصيل لاول مره يتحكي رغم مرور 50 سنه على حرب اكتوبر. حضرتك طبعا معروف عنك انك بتحب توثق الاحداث التاريخيه الوطنيه. صحيح. اللي مهم انها تفضل تتنقل من جيل لجيل لجيل. صح. بشكل البسيط، بالشكل المصري بتاعنا اللي. صح. نقدر كشباب نستمتع بيه. صحيح. المره دي عملت لمحه اجتماعيه بقى. صحيح. وده الاضافه اللي في الموضوع. صحيح. انه مش بس الناحيه الوطنيه، انما كمان اضفت ناحيه اجتماعيه في القصه. صحيح. اوكي، عشان يبقى الشعب كله ازاي شارك في حرب اكتوبر. مش بس الجندي كان عجبها واحنا منتظرين ينتصر. الست في البيت كانت بتعمل ايه، الطفل كان بيعمل بالزبط. ايه الطالب كان بيعمل ايه، كل المدرس كان بيعمل ايه. حقيقي. العامل في المصنع، الفلاح كان بيعمل ايه. حقيقي. وهتلاقي ان كل واحد ليه بطولات حقيقيه في الحرب، مش مجرد بالمناسبه انه كان منتظر الجندي ينتصر وهو يفرح. صحيح. لا، هو كان مشارك سواء بالمجهود الحربي، سواء انه بيدفع فلوس عشان يعني يدعم الجبهه، سواء انه بيتبرع بدمه، سواء انه بيعمل جهد جبار عشان هو يتطوع ويروح زي طلبه الجامعه بالمناسبه اللي كلهم. صحيح. تقريبا اتطوعوا. صحيح. عشان يشاركوا في الحرب دلوقتي. نصنع المعرفه ونصون الكلمه، شعار مهم جدا، والحقيقه شعار احنا كلنا فخورين بيه. رايك ايه في شعار المعرض السنه دي؟ لا، شعار ذكي. في ذكاء في اختياره. في فهم لفكره الكلمه قد ايه وزنها. لان الكلمه هنا ليها معاني كتير جدا. أيوة. انت محتاج طول الوقت تبقى فاهم ان الكلمه دي ممكن تبني بلد، الكلمه دي ممكن تهدم بلد. صحيح. فانت محتاج تفكر فيها، محتاج تفكر كتير. احنا صحيح. السوشيال ميديا عودتنا احنا بنكتب وخلاص. ايوه، الحقيقه فكره انك الكلمه تاخد وزنها، احنا محتاجين نرجع للكلمه وانك تكون وزنها. قد الكلمه اللي بتكتبها. قد الكلمه اللي بتكتبها. دي كلمه صحيح. تانيه صحيح. خالص. صحيح. بشكرك، كل سنه وانت طيب، وبتمنى لك كل التوفيق. طيب وصحه وسعاده. شاكر جدا لحضرتك. لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال55، خليكم معانا.
من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 معنا البوكتيوبر والصديق العزيز لبرنامج يحكى أن البوكتيوبر الأستاذ كريم النجار. طبعا بنقابل كريم من خلال زوم وكان ضيفنا أكتر من مرة كمان في يحكى أن. مساء الخير يا كريم. مساء الخير أستاذ زرع. سعداء بلقائك النهاردة. أنا شاكر جدا. دايما بنتقابل عن طريق زوم وطبعا كل سنة وانت طيب ومعرض إن شاء الله تستمتعوا بكل فعالياته كشباب وكمثقفين وكبوكتيوبرز وحتى الكتاب وحتى القراء. هو فعلا المعرض بالنسبة لنا كل سنة بيكون عيد بنقابل فيه الناس اللي أحيانا ما بنشوفهاش غير من السنة للسنة. أيوه. الظروف الشغل والحياة والدنيا ما بتخليناش نقدر طبعا ان احنا نتقابل. بيبقى بينا تليفونات ممكن نتكلم على الانترنت لكن طبعا المعرض بيكون فرصة كبيرة جدا ومهمة بالنسبة لنا نتقابل ونقعد ونتكلم ونتبادل الثقافات والكتب والأعمال فبيبقى جو جميل. بتحضر الأسبوعين كلهم يا كريم؟ احيانا بحضر الاسبوعين كلهم او اقدر اقول لك ان انا بحضر الاسبوعين لكن مش يوميا يعني انا بكون متواجد في خلال الاسبوعين لكن ممكن يوم ويوم يومين واريح يوم لان طبعا القعده في معرض الكتاب واللفه اليوم بتكون مرهقه شويه فبنحتاج ان احنا نفصل شويه في اكيد النص. الجديد اللي عندك السنه دي في المعرض ايه؟ بالنسبه لي انا ككريم النجار انا السنه دي نزل بترجمه مذكرات روبوت القتل استراتيجية الهروب بالضبط ده اسم العدد اللي أنا مترجمه لأن مذكرات روبوت القطر هي سلسلة روايات فانتازيا وخيال علمي فأنا مترجم منها عدد أو جزء من السلسلة اسمه استراتيجية الهروب. جميل. ده حقيقي فعلا. بتتكلم عن إيه؟ بتحكي عن إيه؟ بتقول فيها إيه؟ هي بتتكلم عن المستقبل البعيد لما البشر استطاعوا أن هم يعني يغزوا الفضاء ويكونوا إمبراطوريات أو ممالك أو يعني خلاص توسعوا في الـ في الـ في, الـ في الكواكب والبشر قدروا أن هم يخترعوا حاجة اسمها الميردر بوت أو روبوت القتل بحيث إن هو يكون اللي بيحل محل الـ الـ القوات الأمنية يعني فواحد منهم قرر إن هو يكون روج أو إن هو يكون متمرد فالسلسلة بترصد التطورات اللي بتحصل مع الشخصية بتاعت روبوت القتل أو الميردر بوت ده تحديدا يعني من إن هو كان مجرد إنسان آلي لمرحلة إنه بدأ يحس ببعض الشعور أو الإحساس الآدمي بعد كده بدأ إن هو يتعاطف مع البشر بعد كده تحول تماما وبقى مع البشر ضد الآليين فيعني قصة طبعا ساي فاي وفانتازيا بس هي جميلة الحقيقة. من خلال شغلك الأساسي كبوكتيوبر إزاي بتدعم معرض الكتاب؟ إزاي بتقدر إن أنت تكون الناقل أو الـ 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 حلقة الوصل ما بين هذا الحدث الضخم وبين الشباب اللي زيك محبينك اللي بيتابعونك اللي بيصدقوا كلامك اللي بيثقوا في أراءك؟ إيه دورك في اللحظات اللي زي دي؟ هو دوري بيكون مهم شوية في النقطة دي الحقيقة ومش أنا بس أنا وبقية البوكتيوبر طبعا لأن إحنا بيكون علينا جزء مهم إن إحنا بنطلع على كل إصدارات الدور ونبتدي إن إحنا نعمل عملية تفنيد للأعمال وللإصدارات اللي موجودة ما بين أعمال روائية وأعمال غير روائية. أوكي. الأعمال الروائية كقصص كمجموعات قصصية كروايات طويلة وروايات قصيرة بعد كده بنبتدي نشوف كل دار ايه اصداراتها في الروايات والاعمال القصصيه وفي الاعمال الغير روائيه ونبتدي نعمل حلقات ترشيحات للاعمال الروائيه لوحدها والاعمال الغير روائيه لوحدها لان في ناس مهتميه بالروايات وفي ناس مهتميه بالكتب الاخرى الفلسفه وعلم النفس والتاريخ مظبوط فلازم نرضي جميع الاراء او نتكلم عن جميع الاصدارات اللي موجوده فعلى هذا الاساس بنبتدي نعمل حلقات ترشيحات بناء على اصدارات كل دار بنتكلم فيها عن اصداراتهم الروائيه واصداراتهم الغير روائيه وطبعا بنتكلم عن كل عمل من دول بيصدر مع انهي دار مين الكاتب لو نقدر طبعا نتكلم عن عدد صفحات احيانا بنتواصل كمان مع دور النشر يبعتوا لنا نبذات عن الاعمال بحيث ان احنا ندي القارئ من قبل ما يروح نبذات بريف عن الاعمال عن العمل او ملخص عن العمل بالظبط فلو هو اوريدي انترستد في العمل مهتم بالعمل يقدر ان هو يروح يشتريه هو بالبلدي كده حاطط في بط بطيخه ويبقى كده. عارف هو رايح يشتري ايه ورايح يشتري اللي هو مختاره بالظبط كده بنفسه بالظبط كده الاقبال كلمني شويه عن الاقبال كلمني عن الشباب كلمني عن البنات اللي موجودين في المعرض الاعمار الشباب اللي موجودة في المعرض بقالنا دلوقتي داخلين مثلا في سنتين ثلاثة إقبال الشباب على معرض الكتاب بما فيهم طبعا السنة دي كبير جدا ولسه في الأول كمان لسه بقى الناس لما تبتدي تسمع عن النجاحات طبعًا. اللي بيعملها المعرض تبتدي تتشجع أكتر بالظبط كده بالزبط. طيب كلمني شوية عن مشاركة الشباب الكتاب وخاصة أن أنا الحقيقة النهاردة من خلال لقاءاتي اللي عملتها أنا عملت لقاءات كتيرة جدا ويمكن لسه طبعا هنعمل أكتر مع كتير من الشباب الكتاب صغيرين شباب صغير يعني مش عايز اكبر نفسي مش عايز اكبرك بس هم شباب صغير قوي بجد وما شاء الله يعني مواضيع مهمه افكار مطروحه في غايه الثراء يعني حاجه تفرح بجد انا النهارده لسه مقابل كاتبه عندها 16 17 سنه والله نازله بمجموعه قصصيه وبمجموعه من القصص القصيره مع احد دور النشر الحقيقه انا انبسطت جدا
لانه بغض النظر بقى هي كتبت حلو وكتبت وحش، الجوده بتاعت العمل ده اول عمل ليها، مش دي الفكره خالص، لكن مجرد اقبال الشباب صحيح. وتحولهم من مرحله القراءه لمرحله الكتابه دي كانت نقطه حلوه جدا ونقطه كبيره جدا، ومعناها ان الشباب لا الشباب عندنا في البلد واعي، الشباب بالزبط. عندنا في مصر مش قاعدين على السوشيال ميديا طول الوقت زي بالزبط. ما بنقول بالظبط، ده حقيقي فعلا، ده حقيقي فعلا، فدي حاجه طمنتني على الشباب اللي موجود، وفي نفس الوقت فرحتني ان لسه عندنا شباب فعلا عندهم القدره على القراءه. في بعض الشباب اللي اصدروا في خلال السنتين اللي فاتوا عمل واثنين، دلوقتي في قراء بيبصوا لهم على ان هم وجوه الوسط الادبي في المستقبل، صحيح، فدي حاجه جميله جدا وحاجه صحيح. تبسط يعني صحيح، عمل كبير جدا، موسم مهم جدا جدا، سعيده بلقائك. أنا أسعد وانت بقى. عارف انك صديق عزيز عندنا دايما، وتنورنا بقى بعد المعرض نتكلم عن كل اللي حصل في المعرض إن شاء الله. في البرنامج ان شاء الله. يا استاذ كريم شكرا، كان معاكم ومعانا الاستاذ كريم النجار بوكتوبر المعروف طبعا، ولسه معاكم في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. ولسه مكملين معاكم من داخل معرض الكتاب، والحقيقة معنا واحد من أهم الأسماء في عالم الصحافة والكتابة أيضا طبعا، وهو الكاتب الأستاذ محمد بركة. الحقيقة أن الكاتب الأستاذ محمد بركة هو اسم لامع في عالم الصحافة، وطبعا عنده أكتر من أعمال روائية شارك بيها السنين اللي فاتت والسنة دي، زي حانة الست، وطبعا اللي كانت بتتكلم عن المحبوبة والمحجوبة السيدة أم كلثوم، وكمان أشباح بروكسل وفي العالم الآخر والفضيحة الإيطالية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة هذا العيد الثقافي اللي كلنا بنستناه كل سنة، وانت طيبة بالصحة والسلامة. احنا فعلا في عيد الثقافة وعيد الكتاب وعيد القراءة اللي تحول لمناسبة مبهجة بتجتمع عليها الأسرة المصرية. رأي حضرتك ايه في فعاليات الدورة 55؟ الإقبال رائع، ورغم ارتفاع أسعار الكتب في بعض الأجنحة أو في الحقيقة في كثير من الأجنحة، لكن أنا شفت إقبال مميز جدا في جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، عندهم كتب رائعة وبأسعار زهيدة جدا، وده بيؤكد أنه أهمية أنه يبقى فيه جهات إنتاج تتبع الدولة المصرية وتقدم الكتاب بسعر في الحقيقة مش أيوة. في المتناول، ده أقل من المتناول كمان. أيوة، نتكلم شوية عن عنوان الكتاب اللي حضرتك مشارك به السنة دي، والحقيقة عنوان يخطف ويشد، عرش على الماء. احكي لنا حكاية العرش اللي على الماء. أنا مبسوط إن العنوان لفت نظر حضرتك. عرش على الماء بتتناول شخصية روائية لأحد المشايخ أو الدعاة الدينيين اللي خانوا أمانة الدعوة إلى الله وخان المكانة الروحية في قلوب الناس، وبدأ يظهر نوع من الشراهة للسلطة وللمال وللنساء وللصعود الطبقي، وأصبح يعني هو يرفع شعارات روحانية لكنه قدمه بتغوص في طين الحياة الشهوانية بكل مستوياتها. شخصيات الرواية شكلها عامل إزاي؟ دي رواية أكيد خدت منك وقت ومجهود. صحيح، أنا في أول مرة أشرت لها على صفحتي على الفيسبوك قلت الرواية الأكثر عذوبة وتعذيبا، لأن فعلا تعذبت فيها، لأن الرواية بتمتد على قوس زمني واسع ربما 60 أو 70 عام مع شخصية مرهقة، والرواية بتتناول بعض المحطات في تاريخ الدولة المصرية، وكانت رسالتي أو فكرتي أو المعنى أو الهاجس اللي بيلح عليا إزاي البعض ممكن يستغل الدين ويخرج عن مقاصده النبيلة في لأغراضه الشخصية وأيضا في مخطط يهدف إلى تقزيم الدولة المصرية وفرملة نهضة كيان كبير صحيح. اسمه مصر. صحيح،
ده موضوع مهم جدا، واعتقد انها روايه خدت من حضرتك كمان مجهود. الشخصيات اللي كتبتها كانت مين الشخصيات، مين الابطال، شكلهم ايه الشخصيات اللي موجوده في الروايه؟ الشخصيات بتتناول في البداية نشأة هذا الشيخ اللي اسمه مشهور الوحش، وهو اسم على مسمى مشهور لأنه يعشق الشهرة بشكل جنوني، ووحش لأنه بلا ضمير وبلا أخلاق، بلا ضمير وبلا أخلاق وبلا حس وطني أكيد. طبعا وطبعا بيتستر في عباءة الدين، بيتستر في عباءة الدين، وبيتحالف مع بعض الجهات التي تريد بمصر شرا. في مراحل يعني أنا برجع أستاذة رانيا لجذور التطرف الديني. صحيح. من حوالي 70 سنة مضت طبعاً، وليس واللي واجهناه وعشناه وعديناه ومرنا بيه وانتصرنا عليه وسنظل ننتصر عليه. بالظبط. طبعاً. الشخصيات اللي حضرتك بتسأل عنها هي أولاده، زوجته، رؤساءه في العمل، شخصيات غير مصرية بتعطيه تعليمات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب في مخطط لسلب مصر هويتها المتسامحة وروح التسامح والإخاء الموجود في المجتمع المصري، إزاي نبدله بروح فيها تربص وتحفظ وعدم قبول بالآخر، وأيضا حالة الحقد تجاه أن مصر المرأة المصرية لها مكانة عظيمة من أيام طبعاً الفراعنة طبعاً. فإزاي نحط المرأة المصرية تحت ضغوط ونسلب منها حقوقها بالظبط وفق شعارات اللي قدرت ان هي تستردها واللي قدرت ان هي توصل لها، خاصه واننا تحت قياده مصريه النهارده والدوله المصريه قد ايه بتدعم صحيح المراه المصريه واللي واصلين له النهارده البنات والستات. وانا الحقيقه بقول الكلام ده مش بس كاعلاميه او كمذيعه، انما احنا تحت يعني قيادة مصرية بنتمتع بأكبر قدر من الحريات صحيح اللي ممكن نكون كنا بنتمتع بها قبل كده. صحيح. المرأة المصرية مضيئة ومتألقة طبعاً وتملك طبعاً روح قيادية طبعاً غير مسبوقة. المرأة المصرية وزيرة صحيح. المرأة المصرية موجودة في المجالس صحيح. المرأة المصرية في مكانة كبيرة جدا النهاردة، والمرأة المصرية ملكة بتحكم صحيح إقليم وإمبراطورية عظيمة من آلاف السنين صحيح. فالرواية بتتعرض إزاي تحت شعارات دينية الدين الحقيقي بريء منها، تحت بعض الشعارات الزائفة أحطها في كورنر وأحطها تحت ضغط وأخرجها من معادلة النهضة وأخرجها من معادلة القيادة وأحولها إلى مفعول به وأحولها إلى شيء سلبي وألغيها وأحولها لسلعة. حفظ الله مصر، ومصر بلدنا محفوظة بينا وبشعبها وبجيشها وبناسها وبأهلها. وأعتقد أن طول ما في كتاب زي حضرتك وطول ما في أسر مصرية مثقفة وقراء زي اللي احنا بنشوفهم في المعرض، وكل طول ما في الدولة المصرية القوية محدش هيقدر يعمل حاجة معانا ولا حد يقدر يمس صحيح أمان مصر. صحيح. لا ما فيش حد يعني هينجح صحيح في هدم أو تدمير الدولة صحيح المصرية والمرأة المصرية. لكن مين يقدر على المرأة المصرية؟ ما 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 مين يقدر يا أستاذ محمد؟ محدش. لا أبدا. لكن أيضا علينا طبعاً فكرة طبعاً الاستنارة صحيح ويقظة الوعي صحيح. معركة الوعي والاستنارة شيء مهم جدا، وأنا مستبشر خير الحمد لله. وجود حضرتك معايا شيء يدعوني للاستبشار بالخير، لأنه تلفزيون الدولة المصرية طبعاً حين يعني يضيء الأحداث الثقافية الكبيرة ويضفي نوع من التنويه والوعي بالأعمال الثقافية والأعمال الأدبية، ده شيء مهم جداً صحيح جداً. وأنا سعيد بأن ده مسبير، وسعيد بأن ده تلفزيون الدولة المصرية، لأنه مع احترامنا للقنوات الخاصة وهي على العين وعلى الرأس أكيد طبعاً، لكن التلفزيون المصري توجهه
ان هو بيروح للمناطق الثقافية التي قد لا تبدو شديدة الجماهيرية للوهلة الاولى، لكنه بيراهن على فكرة بناء وعي لدى المواطن. انا سعيد جدا وفخور بتلفزيون بلدي وباهتمامات تلفزيون بلدي الثقافية. ميرسي يا استاذ محمد. شكرا. ميرسي. كان معاكم ومعانا الكاتب الصحفي اللامع والكاتب الروائي الاستاذ محمد بركة. خليكم معانا، لسه معاكم من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. ولسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعانا من الشباب المتميزين الحقيقة اللي عامل كتاب مختلف، هو صحافة على الهامش، الأستاذ بشري عبد المؤمن. مساء الخير يا أستاذ بشري. أهلا بيك. أهلا معاك. حكاية صحافة الهامش. صحافة الهامش هي صحافة مجانين مستشفى العباسية. أوف. عملوا مجلات وصحافة سنة 59. فتجربة مختلفة تماما. وصحافة المساجين في مصر، في سجن ترى، في اكتر من سجن في مصر. عملوا اكتر من مجله. فكانت دي صحافه مختلفه تماما. المجانين العباسيه بيعملوا مجله فعلا، مجله. أي. باخراج، بغلاف، بقصص، بفصول. جات لك منين الفكره دي؟ بدات من تحقيق في الاهرام او في الجمهوريه. كان عن مستشفى العباسيه، عن حد جوه المستشفى. اوكي. واتعمل عنه تحقيق. والتحقيق ده صحى رئيس عبد الناصر من النوم. وقلب الدنيا يعني. فقرر انه صحفي يروح يشوف المستشفى. فلقى مجله حائط من هنا بدات ادور عليها. أوكي. لحد ما وصلت العدد فيها. وبدات ادور على باقي المجانين كتبوا ايه. اوكي. وصحافه سجن ترى، صحافه سجن ترى بدات مجلات جوه السجن. بدات على كانوا بيناقشوا فكره لوائح السجن جوه السجون. فعملوا مجلات المساجين نفسهم وكتبوها بايدهم يعني. ما كانش فيه طباعه طبعا في الاول، وبعد كده اسسوا مطابع بمساعدة حتى الرتب اللي جوه السجن. فكره الكاريكاتير وفكره انك تصمم غلاف الكتاب بكاريكاتير فعلا فكره لطيفه طبعا جدا، واكيد فيها يعني سخريه كبيره، بس كانت ايه الفكره من وجهه نظرك انك تختار الشكل ده من الغلاف؟ احنا بنناقش موضوع مختلف. فنأديه بشكل مختلف يعني. مثلا لون الغلاف هو لون مش مطروح. ثانيا الرسومات اللي استاذ عمرو سليم اكيد هتضيف كتير للكتاب. طبعا انه فنان كبير جدا. ايوه. ويعني من جيل العمالقه اللي لسه باقيين في فن كتير، فيضيف له كتير. وانا صحيح. عاوز اناقش المجله بحس ساخر، لانه هي مجله ساخره في الاول وفي الاخر. أي. كتابات فيها لطف. فناقشه بكاريكاتير. أي. اللي بقى غايب شويه. ابتسامه لذيذه. بالظبط. جميل. كلمني شويه عن مشاركه الشباب السنه دي في المعرض والتنوع اللي احنا ملاحظينه. الحقيقه في اقبال كبير وفي اصدارات كتير وفي ازدهار في صناعه النشر في مصر، خصوصا فنون معينه زي فن السيره، فن المذكرات مثلا. انتشر اكتر. في الشباب بقى بيقرا كتير جدا، ودي بظاهره عظيمه. صحيح. خصوصا في ظل وجود البي دي اف وتطبيقات القراءه الالكترونيه، فده شيء مشجع. أيوه. شجعنا على ان احنا نصنع كتب اكتر. جميل. احنا ننشر اكتر. جميل. فده شيء عظيم جدا. الصعوبه اللي بتواجهك ككاتب لو بتكتب كتابه ساخره؟ كتابة الساخرة دي مش كتابة سهلة طبعا خالص، خاصة مع شعب هو أصلا طبعا شعب دمه خفيف طبعا جدا، وأصلا شعب أحيانا مش أحيانا ومعظم الوقت حتى صعوباته بيضحك عليها. الحقيقة مش بكتب كتابة ساخرة بمعنى كتابة ساخرة. أنا بقولش ده، بس الكتاب اتعاملت بلطف ما في الكتاب، لأنه بناقش موضوع لطيف. فكنت محتاج تكون في قدر من السخرية. اللي هم نفسه المجانين نفسهم اللي عملوا المجلة والمساجين. أيوه. أتحوا لي ده. أيوه. يعني ادوك الداتا دي طبعا. أيوه. يعني وبدأت أنا أتخيل معاهم وأعيش معاهم. أيوه. يعني مثلا مسجون بيكتب كلمة غلط، فالأستاذ عمرو سليم يرسم سجنه ومعاه مدرس عربي في حبس انفراد. أيوه. فيبقى الموضوع ناقشناه بلطف. أيوه. جميل. بس مش كتابه ساخره بمعنى كتابه ساخره، مش بمعنى انها ساخره صحيحه يعني. بالزبط. جميل. انا بشكرك استاذ بشري. شكرا جدا. ميرسي. وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله كل معرض نتقابل على خير ان شاء الله. ميرسي. لسه مكملين معاكم في معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 55. خليكم معانا.
لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. وخليني أقول لكم أنه نصيب الشباب المشارك الحقيقة السنة دي في المعرض هو كبير جدا جدا، تنوع كبير جدا جدا في جميع أنواع الأدب. معاكم ومعنا دلوقتي الكاتب الشاب الأستاذ محمد حليم. محمد حليم الحقيقة عامل كتاب لطيف جدا اسمه باكون ومضحكون، ده عن سعاد حسني. محمد، سعاد حسني هي الشخصية الأساسية لأن الكتاب إهداء إلى روح سعاد حسني، لكن في 14 شخصية أخرى غير سعاد حسني. باكون ومضحكون. طبعا سعاد حسني هي أكتر شخصية فرحتنا وأكتر شخصية أبكتنا. صحيح. هي صاحبة الفكرة الرئيسية للكتاب، وهي اللي أوحت لي إن أنا أعمل بحث في الضحكين الباكين في السينما المصرية. تناولت 15 شخصية من ضمنهم سعاد حسني في 3 فصول مختلفة. أول فصل عن نجوم الكوميديا بعنوان ضحكات عالية وأعماق باكية. تاني فصل مهم جدا عن اليهود في السينما المصرية، وأنا في رأيي هم أول الضاحكين الباكين في السينما المصرية. أنت أول مرة تشارك في المعرض ولا دي تاني مرة ليك؟ لا دي تاني مرة. تاني مرة شاركت في إيه السنة اللي فاتت؟ العام الماضي شاركت بكتابي الأول صناعات الباجة عن سير نجمات الدراما والشباك، واخترت مجموعة في حقب زمنية مختلفة. بمعنى يعني خدت في صناعات البهجة كانت معايا شادية ونيلي ونجلاء فتحي، ثم رحت ليلى علوي وعبلة كامل، وكمان أخدت من الجيل اللي موجود دلوقتي نيلي كريم عشان النقلة النوعية في أعمالها، دنيا سمير غانم، ياسمين عبد العزيز، أيوة. كمان أستاذة غادة عبد الرازق أنا بشوفها نجمة دراما من تراث فريد. ده كان في صناعات البهجة. جميل. صناعات البهجة كان بيختص بصفحات مختلفة وسارية من تاريخنا الفني الواسع في السينما والدراما المصرية. جميل. مين من الكتاب اللي تعلمت على أيديهم وحبيت تقرا لهم في الفن؟ انا شايف انك متخصص سينما ودراما وفنانين، مين اللي حببك في المجال ده؟ احب اوجه الشكر من الكتاب الحاليين الاستاذ ايمن الحكيم واستاذ ماهر زهدي واستاذ احمد امين عرفات، كلهم اساتذه كبار، واستاذ محمد توفيق، كل دول اساتذه كبار اتعلمت منهم. احب اوجه طبعا الشكر للدكتور رفيق الصبان رحمه الله عليه، واستاذ سامي السلموني من ودكتور يوسف شريف رزق الله، وكتير كتير اتعلمت على ايديهم من تاريخنا السينمائي المهم. وبشكل خاص كان الاستاذ محمود السعداني الكاتب الساخر الكبير والرائد في هذا النوع من الكتابه، كان كتب عن كتير من الفنانين والفنانات. حبيت لغته في الكتابه السينمائيه رغم انه بالاساس جاي من منطقه الادب الساخر. هذه التركيبه ما بين كل هؤلاء الاساتذه كانت دافع ليا ان انا اهتم بهذا التخصص اللي في رايي مهم جدا. كنا احنا البلد الرائد في السينما العربيه منذ القرن 19 أو آخر القرن 19، ثم تطور السينما في القرن 20 إلى طبعا الدراما الإذاعية، ثم الدراما التلفزيونية عن طريق اتحاد الإذاعة والتلفزيون والأستاذ ممدوح الليسي وأسامة أنور عكاشة. كل دول بقى اللي هو في احنا كده وصلنا في السبعينيات، وهذا التطور الرهيب اللي احنا والجميل جدا ان احنا شفناه. احكي لي شوية عن المشاركة للشباب السنة دي في المعرض، شايفها عاملة ازاي؟ طبعا ككتاب مش كقراء او مش كزوار يعني. نسبه محترمه. نسبه محترمه لسبب احنا اجيال بتتاثر كتير بوسائل التواصل الاجتماعي، لما يبقى في كتاب كتير وايضا قراء كتير برضو من الشباب. مش الشباب، لا، القراءه هي العامل الاول والاهم والباقي والتوثيقي في المعرفه الانسانيه في كافه جوانبها. انا مثلا بتكلم في الفن، هيجي حد تاني يتكلم يعمل شعر، حد تاني في انواع التاريخ، او كل بقى معارف المعارف والعلوم الانسانيه. صحيح صحيح يعني. انا بتمنى لك التوفيق وان شاء الله نشوفك تاني في المعرض وتكون ضيفنا بقى في البرنامج في الاستوديو. انا اللي بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذه، وسعيد جدا بهذا اللقاء. ميرسي يا محمد. لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 55، خليكم معانا. حقيقة سعيدة أني أكون النهاردة ما بين اثنين من صناع الأدب ونقاده أو محللينه، سواء في والاثنين الحقيقة لهما في اللغة. دكتورة ريم بسيوني، قبل ما تكون الروائية ريم بسيوني فهي عالمة اللغويات في الجامعة الأمريكية، ولذلك تعلم ما تكتب. وحينما تكتب عن مرحلة من التاريخ لا تتحدث
بتاريخ ولغة ولسان الحاضر، ولكن تتحدث بلسان العصر الذي يتم تناوله في أعمالها. النهاردة كمان معايا دكتور سعيد الوكيل، أستاذ اللغة والأداب في جامعة عين شمس، وبالتالي أنا أجلس ما بين قامتين. تعرفين حضراتكم في حاجة لطيفة يقول لك العقل ما يبرمجش غير لما تكلمه بلغة يفهمها، زي الكمبيوتر كده، زي الطفل. وبالتالي أنا قاعدة ما بين قامتين يعلموا تماماً كيفية صياغة العقل وكيفية برمجة اللغة، ودي مسؤولية كبيرة قوي إنك تكون قاعد ما بين القامتين لمناقشة رواية ماريو وأبو العباس، الرواية الأخيرة لدكتورة رين بسيوني. حقيقة قصة الرواية مش أزمتي في المناقشة، ولكن هدف الرواية هو الحبكة اللي لازم كلنا نبص عليها. حدوتة إن اتنين من زمانين مختلفين بيجروا ورا النور، بيحاولوا يدوروا على الحقيقة، وما أصعب الحقيقة اللي بيدور عليها الإنسان، ويويله اللي يدور على الحقيقة ويحاول يوصل لها، لأنه بالتأكيد هياخد معلومات، وبالتأكيد هيعرف بيانات، وبالتأكيد هيعرف أكتر، ويويله اللي يعرف، لأنه لو عارف المسؤولية بتقع على عاتقه، ولو عارف كمان مش بس المسؤولية، التساؤلات في العقل بتزيد. لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، ومعنا واحدة من الكاتبات الشابات المصريات الجميلات اللي موجودين في المعرض. الحقيقة هي جاية من اسكندرية مخصوص، ولأنه ده أول مرة تشارك في المعرض، فهي طبعا متحمسة جدا، وأكيد بنتمنى لها كل التوفيق. معنا بسمة البستاوي، وهي صاحبة كتاب حدوتة عاشق. مساء الخير يا بسمة. مساء النور. أولا منورة القاهرة، ثانيا منورة المعرض. شكرا. احكي لي شوية عن مشاركتك في المعرض، ودي قد إيه بالنسبة لك ككاتبة شابة لأول مرة تكتبي تفرق معاكي، أو أنتي ممكن تكوني بتهتمي بيها؟ أنا أصلا من عشاق إن أنا لازم أقرأ كتب، ومتعودة كمان إن بناتي لازم يقرأ كتب. فكل سنة لازم باجي أحضر المعرض، يعني على قد ما بقدر باجي مرة اتنين، عشان أنا مستدرية فطبعا مشوار عليا، وبجيب طبعا كل الكتب اللي أنا بحب أقرأ للكتاب بتاعهم. بس بالنسبة لي أنا السنة دي حاسة إن أنا يعني جزء صغير من حدث ضخم. أيوة. أنا أكون مشاركة فيه، فطبعا مبسوطة جدا، ونفسي أشوف كل الكتاب، ونفسي الناس كلها تقرأ كتابي. يعني الشعور كده مش قادرة، متحمسة جدا جدا. أكيد. ربنا يوفقك. عايزة أفضل طول الفترة قاعدة في القاهرة. حدوتة عاشق، احكي لي عنه، كاتبة ايه في حدوتة عاشق؟ دي رواية انا اصلا استشاري علاقات اسرية. وانا مش لوحدي في الكتاب، انا معايا واحد اسمه محمد شعبان، ده هو استاذ لغة عربية وعمل كتاب قبل كده. فخبرتي على خبرته عملنا الرواية. حدوتة عاشق حكايات انسانية اجتماعية عاطفية، شكلها ايه؟ دي دراما رومانسية اجتماعية، بتتكلم عن قصص واقعية. قصص مختلفة ولا هي قصة واحدة؟ لا، قصص مختلفة، بتتكلم عن الاختيار والجواز والطلاق، لان احنا في فترة الطلاق حالات بتزيد جدا. وفي الطلاق بيزيد بسبب اسباب بسيطة، يعني مش حتى تبقى الأسباب قوية، لا، الأسباب بتبقى بسيطة، ممكن كمان تبقى تافهة. ممكن تدخل الأهل، ممكن تدخل الأصحاب، ممكن عدم الخبرة الكفاية، عدم الوعي، حاجات كتيرة جدا. فأنا بقى واخدة كل الـ يعني القصص والحاجات دي، حطها اللي بتشوفيها في حياتك العملية. قصص من يعني من خد منك من وقت قد إيه الكتاب؟ وبتفكري في المشروع ده بقالك قد إيه؟ أنا بقالي فكر في الموضوع ده حوالي 4 سنين، لأن أنا أصلا ده مجالي، وبدأت إن أنا بنزل جلسات مع ناس وبحاول احل مشاكل ان الموضوع ما يوصلش للطلاق. بس اكتشفت ان الموضوع كمان في حاجه اسمها انماط شخصيه. أيوه. يعني ممكن يبقى الشخصين كويسين جدا، بس الانماط اصلا مش راكبه مع بعض او مش متفقه مع بعض. لحد ما اخدت قرار ان انا اعمل الروايه دي. فنفسي الناس كلها تقراها، لان هي فعلا حاجه الناس تستفاد بيها. ما يكونش عندهم فوبيا الجواز والطلاق، وان حياتهم وقفت، ومش شرط ان يبقى اتطلق خلاص هيفضل قاعد بتعيط. لا، لازم في موف اون لحياتها، في موف اون لحياته. مش شرط ان في تجربه سيئه فاحنا بالتالي مش خلاص كده احنا هنفضل قاعدين ما بنعملش حاجه. لا، احنا لازم لحد اخر يوم بنتعلم، وبنقابل ناس، وبنعرف ناس، صحيح، وتجارب وبنمر بيها وبنتعلم منها وبنتخطاها. بالظبط. اكيد لازم كده، اكيد لازم. اكيد
قاعدة في المعرض هتفضلي قاعدة الوقت كله ولا هتروحي وتيجي؟ لا لازم هروح واجي. هروح واجي، انا بناتي معايا فطبعا مبسوطين ان مامتهم اول مرة بتعمل رواية في معرض القاهرة. فان شاء الله هروح واجي. ربنا يوفقك يا بسمة. ميرسي. شكرا، ربنا يخليكي. شكرا. لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، خليكم معانا. لسه مكملين معاكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والحقيقة أنه معرض كتاب الطفل كمان السنة دي مهتم بشكل كبير جدا جدا بالأطفال. والحقيقة أنه كمان إحنا عايز أقول لكم أنه معانا شخصية معرض كتاب الطفل هو الكاتب يعقوب الشاروني. معانا ثلاث أطفال، الثلاث أطفال هم اللي كاتبين كتب ومشاركين في معرض كتاب الطفل. خلونا نتعرف عليهم. اسمك إيه؟ اسمي إهداء عادل فاروق. قد إيه إهداء؟ عندك كم سنة؟ عندي 10 سنين. مشاركة بإيه في المعرض؟ مشاركة بكتابين في معرض الكتاب. السنة اللي فاتت شاركت بكتاب اسمه احكي يا اهداء، والسنة دي مشاركة بكتاب اسمه بستان. يعني دي مش اول سنة ليكي؟ لا انا السنة اللي فاتت برضو حضرت معرض الكتاب. جميل. ممكن نعرف بقى اسم صاحبتك اللي جنبك ايه؟ اسمي مريم وليد. مي ايه؟ مريم وليد. عندك كم سنة يا مريم؟ عندي 9 سنة. دي اول مرة تشاركي؟ مشاركة بايه وكتبتي ايه؟ ايه الكتاب الحلو اللي انت ماسكاه ده؟ حواديت روما. بيتكلم عن ايه حواديت روما؟ عن قصص للأطفال. زي ايه؟ احكي لي منهم قصه. ايه القصه اللي انت فاكراها؟ بنت النشيطه. بنت البنت النشيطه دي بتعمل ايه البنت النشيطه؟ في يوم من الايام كان في بنت اسمها ليليان، صحيت من النوم روقت سريرها وغرفتها. وفي يوم من الايام جالهم ضيوف كمان اطفال اشقيه جدا، والاطفال دولت فضلوا يلعبوا في البيت وبهدلوا كله. فليليان فضلت تقف وتقول اعمل فهي فضلت تقف وعماله تقول اعمل ايه اعمل ايه عشان يخليهم يقفوا. فهي جات لها فكره، الفكره اللي هي هتناديهم وتقول لهم تعالوا اتفرجوا على الكرتون والعبوا بالالعاب. ففعلا عملت كده، والاطفال جموا اتفرجوا على الكرتون والعب. شطورة. دي شطورة ونشيطة كمان، دي مش بس نشيطة، دي نشيطة وشطرة. اسمك ايه؟ نورسين محمد. كاتبة ايه نورسين؟ احكي لي الكتاب اللي انت كاتباه. كاتبة ايه؟ كاتبة بقلم نورسين، كاتبة فيه 20 قصة. 20 قصة كتبتيهم لوحدك؟ فكرتي فيهم لوحدك؟ مين كان بيساعدك؟ محدش ساعدك خالص؟ ساعات ماما بتساعدني. بتساعدك في ايه؟ لما بتبقي في حاجة مش عارفاها بتسأليها؟ جميل. انا فرحانه بيكم جدا وبقول لكم انتوا شاطرين قوي، وان شاء الله لما تكبروا نفسكم تكونوا كتاب بس ولا نفسكم تكونوا كتاب وحاجه تانية؟ عايزه اكون مذيعه. مذيعه ان شاء الله تبقي مذيعه شاطره. وانت نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ عاوزه ابقى مذيعه ومدرسه. لا لا لا، كله عايز يبقى مذيعه. وانت كمان يا نورسين عايزه ايه؟ عاوزه ابقى مذيعه ومضيفه طيران. خلاص انتوا خلصوا المدرسه واكتبوا وذاكروا كويس، وان شاء الله تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. ميرسي. شكرا. وده كان لقاءنا مع الأطفال اللي موجودين في جناح الطفل في معرض الكتاب. ولسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بنقابل كل الكتاب اللي بتحبوهم واللي بتحبوا تنزلوا وتشتروا كتبهم. ومعانا النهاردة الكاتب والروائي الأستاذ محمد قريش. والحقيقة أنه الكاتب والروائي الأستاذ محمد قريش صدر له قبل كده كتاب ركال الحكم بالسر، مسلسل الساعة 7، التاريخ السري لصناعة الأفكار، واللي مشارك السنة دي بكتاب 8 مدن وحكايات. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وعيد ثقافي وعرس مصري بنستناه كمشاهدين وكإعلاميين وككتاب وكناشرين وكقراء، وحتى الأسر المصرية بتكون دايما مستنية. تحضيرات حضرتك ككاتب وكروائي لمعرض الكتاب بيبقى شكلها ايه؟ هو في البداية طبعا معرض الكتاب بالنسبة لنا او بالنسبة لي بشكل شخصي بيبقى بمثابة عيد. لان طبعا قبل ما الواحد اصلا يكون كاتب فهو قارئ. فعشان كده طبعا منذ سنين طويلة ويمكن المدة تزيد عن 25 سنة كان بالنسبة لي معرض الكتاب ده فعلا عيد. حقيقي. ومكان في شهر يناير طبعا معاد مميز دايما في شهر يناير. صحيح. مشارك بكتابين؟ أنا مشارك بكتابين فعلا يا فندم. احكي لنا عنهم. أنا مشارك أو هم حقيقة ثلاث كتب. هو كتاب 8 مدن وحكايات
الرحلة التانية، ده الجزء التاني من الكتاب الأولاني اللي صدر قبل كده، وكتاب رجال الحكم بالسر ده برضو جزء تاني اسمه بوابات المجهول، وكتاب تالت اسمه أليس في بلاد الطفولة. 8 مدن وحكايات بيتكلم عن إيه؟ الكتاب ده بيتكلم عن فكرة إن دايما مجموعة من الحوادث التاريخية المجهولة اللي دايما بتبدو على غير حقيقتها، ان الناس ما تكونش عارفاها بشكل كامل. فالحقيقه انا عملت نفس التيمه دي في الجزء الاولاني وكان ناجح جدا الحمد لله، فكررتها تاني في الجزء الثاني لمجموعه حكايات جديده يمكن الناس ما تعرفش عنها حاجات كتيره. والكتاب الثاني؟ الكتاب الثاني اللي هو رجال الحكم بالسر بوابات المجهول، ده بيتكلم برضو عن تاريخ الحركات السريه بشكل عام، تاريخ الحركات السريه اللي موجوده في العالم وتاثيرها في صناعه الاحداث. أوكي. فهو موضوع بيبدو يعني مش مألوف قوي بس الحمد لله له صدى كويس عند القراء. جميل. والكتاب الثالث؟ الكتاب الثالث بقى ده مجرد اسمه أليس في بلاد أليس في بلاد الطفوله، وبلاد الطفوله، في بلاد الطفوله، في بلاد الطفوله. وده بيتكلم عن شكل من اشكال الحنين للماضي، ذكريات زمان، نوستالجيا. بالظبط يا فندم. أيوه. طبعا ويمكن من احب الكتب ليا لقلبي لانه يعني ذكريات وحاجات عشتها، مش مساله ماده علميه وبدور عليها، لا دي حياه شخصيه الواحد عاشها بشكل كبير. حضرتك بتكون حريص انك تحضر فعاليات المعرض كلها، يعني المعرض مثلا بيقام لمده اسبوعين؟ طبعا بتكون متواجد لمده مش اسبوعين؟ لا اسبوعين طبعا، بحاول في اكون كتب ليك. طبعا لا بحاول طبعا يا فندم، بس طبعا الظروف بقى الارتباطات وكده احيانا ما بيبقاش ده متاح. ايه رايك في الفعاليات السنه دي وايه رايك في المشاركه؟ طبعا حجم المشاركه ما شاء الله كويس جدا. زي ما بقول لحضرتك هو بمثابه عيد، يعني عيد للمثقفين. صحيح. في مصر وعيد لهواه القراءه والكتابه في مصر فعلا حقيقي. صحيح. كمان هو متنقل هنا كمان في المكان الجديد اكثر تنظيما واكثر رقيا واكثر كل حاجه. احب اتكلم معاك عن الشعار نصنع المعرفه ونصون الكلمه، شعار قوي طبعا. شعار في شموخ طبعا، وفي الأصالة المصرية والمسؤولية المصرية. كلمني شوية عن الشعار. ما هو يا فندم حضرتك عارفة هو تصليح أي تشوهات هو بيكون عن طريق المعرفة، المعرفة للشعوب دي حاجة شديدة الأهمية جدا. وده احنا محتاجينه جدا، لأن هو تغيير السلوك أو تغيير نمط الحياة أو المعرفة بتغير في حاجات كتيرة جدا في حياة البني آدمين. صحيح. فعشان كده احنا محتاجين الكلام ده جدا في مجتمعنا المصري وفي المجتمع العربي بشكل عام. إيه أكتر أنواع الأدب اللي حضرتك بتميل إليها كقارئ؟ كقارئ كل محمد. حاجة يا فندم، كل حاجة. اي حاجة انا بقرا الحمد لله في كل المواضيع. اي موضوع ما بتملش نوع معين؟ لا كل طبعا، انا بحب يمكن التاريخ اكتر دلوقتي بحكم ان انا ما عنتش بقرا روايات زي الاول والوقت المتاح للقراية بقى اقل. بس طبعا كل انماط الكتابه، اصل حضرتك عارفه الكتاب ده حد بيمنح حضرتك عقله وافكاره. صحيح. فدي حاجه مش بسيطه يعني. أيوة. فطبعا وممتعه طبعا، فدي جميل. حاجه انا سعيده بلقاء حضرتك وبتمنى لك كل التوفيق. أنا وطبعا تنورتنا قبل كده وان شاء الله تنورنا تاني في حقنا في الاستوديو باذن الله. اتشرف بحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك يا مدام رانيا. لسه مكملين معاكم من داخل فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب ولقاءات خاصه جدا مع كل الكتاب اللي بتحبوهم من داخل المعرض في يحكى أن. خليكم معنا. بكده بكون وصلت معاكم النهاردة لنهاية حلقتنا، وحلقة خاصة جدا زي ما قلت لحضراتكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. شفنا ندوات، شفنا لقاءات مع كبار الكتاب، شفنا كمان لقاءات مع الكتاب الشباب، شفنا تفاصيل كتيرة قوي في العرس الثقافي المصري اللي كل الناس بتستناه من السنة للسنة. استنوني وحلقة جاية خاصة جدا من جوه المعرض ومعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. كان معاكم رانيا السيد. We'll be right back.